بدأت العمل أنا كنت في منطقة الحويجة طبعا. فزوجتي كانت مريضة فجت إلى مدينة كركوك، بس هذه الأثناء طريق ماكو، فكان عندي بالمنطقة الحويجة صديق قال أنا أقدر أوديك الكركوك بس تساعدنا، أوديك الأشخاص تساعدهم بأعمال وإحنا نوديك عن طريق قتاك يعني طريق خاص. فجاب إلى منطقة الحويجة عرفني بشخص أمير اسمه فلاح الكردي، فمن خلال يعني تعرفت عليهم قالوا لي راح نكلفك بشغلات داخل مدينة كركوك تسويها، مو مشكلة يعني. فأني وافقت طبعا، اتصل بي شخص اسمه حذيفة وتواصلوا معي أشخاص آخرين عن طريق الإنترنت، فطلبوا مني أعمال وأنا يعني سويتها، من ضمنها صارت عمليات ثلاث عمليات انتحارية داخل مدينة الدبس.